بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا فخامة الرئيس. رحمت بريزيدنت جناب عالي لارا. السيد الرئيس شوكت ميردياييف رئيس جمهورية أوزبكستان. السادة الحضور. أوزبكستان بريزيدنت شوكت ميرزياييف جناب عالي لارا. بيردا حاضر بولجان عزيز مهمان لار وأموي أخبارات واسطة خادم لارا. يسعدني ونحن في هذه الزيارة الحافلة بكل مشاعر الود والتقدير التي تعكس عمق العلاقات بين بلدينا الصديقين. أنا أتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس شوكت ميردياييف. بوغينجي تشريفمز تولا تصديق بلان ايتش ممكن كي تاريخي أهميات كي يجا. بو تشريفنا عملجي أشرلجان لجي وشن فرصتان فايدالانب من أوزبكستان بريزيدنت شوكت ميرزياييف كي يانا بربار أوز تشكرم إزخار قلمان. أجدد شكري لفخامة رئيس شوكت ميردياييف رئيس دولة أوزبكستان الشقيقة والحكومة والشعب الأوزبكي على ما لمسناه من حفاوة صادقة تركت فينا ذكرى طيبة لكم ولشعبكم المضياف. فرصتان فادلانب من أوزبكستان حكومتك وأوزبكستان خلقك بزنا كتب آلشتان بوغنجي شو أنلرگيچ كورساتلگن مهمان دوستلك برادرانچه کتب آلشگرلرگی اوچون اولرگه من اوز ممنونیتمنی اظهار قلماق چمن. لقد تكللت هذه الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات التي ستسهم بلا شك في تقارب مستحق بين بلدينا العظيمين وشعبين كريمين لطالما جمعت بينهما حقب التاريخ. بوگنگی امزالنگن حجتلر شک شبخه یوکسکی اکی دولت ارتسیده وزارا همکارلیگ ترلی ساخلردگی همکارلیگنین کلامنی کنگشیگه آدمانی جدللشترشگه ترتکی بولدیگن امید دمن. وشهدت لهما على اهتمامهما بالعلم ومزجت بين هويتي الشعبين دفاعا عن مبادئ سامية. بو امزالنگن حجتلر اکی مملکت و اکی خلقنی بربریگه بولگن وزارا انتلیشلری نینگ سمرسی دیب هم قراش ممکن. لقد ناقشت وفخامة الرئيس ميردياييف التقارب بين تجربتي دولتين في الإصلاح الاقتصادي وأهم المشروعات الكبرى التي قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة. من أوزبكستان بريزيدنت جناب عالي لار بلان أول برليات كان إصلاحات لار أمل جي أشر ليات كان اقتصادي لايخالار حقدا بتفصل جبلشتم. وإصدار مصر قانونا جديدا للاستثمار وكذا التعاون في مجالات الطاقة واستعداد مصر للتعاون مع أوزبكستان في مجال تصنيع السيارات. مصر دخم اقتصادي إصلاحات لار واقتصادي لايخالارنا أمالغة أشريش بارسده معين إشلار أمالغة أشريليابده. مصر ده إنوستيتسي توغرسده ينجي قانون قبول قلنجن. بو خم أزارة خمكارلكنا كنجيشيغة أزولشنا قوشهده. وتبحثنا كذلك حول سبل تعزيز السياحة والتبادل الثقافي بين البلدين كما أكدنا ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. بس شنيندك سياحلك ساخة دخم مدنية ساخة دخم خمكارلك بارس ده كل شيء بقالدك وليمن كي بو خمكارلك مسخم يقين كل جاي ده هو سمرسنا بيراد. لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية الثنائية وناقشنا كذلك تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين ومكافحة الإرهاب والتطرف. بز وزارة محاكمة قلقان مذاكرة لرمزدا سياسي علاقة لرمزنا هم ينجي باسكشك كوتاريش مسألة لرقورلد بز خفصزليك حقدا هم مدافع مسألة لرد هم وزارة كيلشب مذاكرة كيلشب عالدك. عزيزي فخامة الرئيس ميردياييف أود أن أؤكد لكم تطلعي لأن تكون هذه الزيارة فاتحة لمزيد من توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وأوزبكستان. أوزبكستان بريزيدنت شوكت ميرزياييف بزنين منابو تشريفمز مصر و أوزبكستان أرتسدا كلجكتا بولدگن قطار قطار تشريفلرن اقتصادي و باشقا ساخلرد بولدگن تشريفلرن دي باچاسي بولد دي انانترمن. وأكد وكل ثقة أن حكومتي البلدين وشعبيهما سيعملان على المزيد من توثيق ورفعة هذه العلاقات. من سلرنا إشان ترب أي طالما كي إكي مملكة مزني حكومات لرخم
orada mavjud bo'lgan hamkorliklarni kengaytirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanmoqdalar. Va xitaman fahamat rais. Va iz ujaddid shukri al-khas li sha'b va hukumat Uzbekistan. Fanani ataqaddam mujaddadan li akhi sayyid rais Shavkat Mirziyoyev bi khalis imtinani va taqdiri ala hafawati. Va tawajjah ilayhi bid-da'wa li ziyarat Misr li istikmal juhudina fima ittafaqna alayhi. Lima fihi khayr al-sha'bayn al-misri wal-uzbeki al-shaqiqayn. So'zimni nihoyasida O'zbekiston prezidenti janobi oliylariga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni izhor qilishdan baxtiyorman. O'ylaymanki, bizning bu hamkorliklarimiz kelajakda yangidan yangi o'zaro hamkorliklarga eshik yo'l ochadi. Ashkurkum va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammangizga katta rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi.